رعى مدير أوقاف مديرية عمان الدكتور أحمد الخلايلة أسبوع الوئام الديني بمنطقة مرج الحمام بحضور عدد من المسؤولين والآباء الكهنة من مختلف الكنائس في المنطقة. وفي كلمته خلال الاحتفال الذي حضره المونسنيور غازي الخوري والأب سامر زكنون من كنيسة مار شربل للموارنة والقس حابس النعمات من كنيسة الاتحاد والقس بشار النعمات والأب جور شرايحة، قال مدير الأوقاف: إننا نعيش في هذا البلد في ظل قانون عادل يحكم بمساواة وعدل بين الجميع بصرف النظر عن الدين أو العرق أو اللون، مبيناً أن الشواهد كثيرة على احترام المواطنين بعضهم بعضاً مسلمين ومسيحيين. هذه الشراكة نسأل الله أن تدوم وأن تعود بالخير والنفع علينا جميعاً، وأن يجزي عنا خيراً جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على هذه المبادرة الكريمة اللي أخذت صداها كما قلنا، وإن شاء الله ربنا يحفظ بلدنا بمثل هذه الجهود والمبادرات ويحفظ جميع بلاد العرب والمسلمين ويحفظ الإنسانية بأسرها. إحنا كبشر نواة خير في هذا العالم، ندل الناس على الله بالكلام بالحكمة بالموعظة الحسنة، ونتعامل معهم ونتعايش بما يعود على الجميع بالأمن والاستقرار. كما ألقى قدس الأب جورج شرايحة راعي كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك كلمة أكد فيها أن عموم الأردنيين يجمعهم في بلدهم إرث حضاري عريق ولحمة وطنية واحدة جسدها الهاشميون منذ فجر الثورة العربية الكبرى. احتفلنا مع بعضنا البعض بالتعاون مع مجلس أمني محلي مرج الحمام والكنائس المحلية في مرج الحمام، واحتفلنا مع بعضنا البعض في هذا اليوم المبارك، حيث صرحنا جميعا بأسس العيش المشترك واحتفلنا مع بعضنا بهذا الإخاء وهذا العيش المشترك الذي هو علامة فارقة في الأردن ميزته عن كثير من دول الجوار، وفي ظل هذا الأمن والأمان الذي يتمتع في هذا البلد فيكون المناخ الملائم والجو الطيب لأن نحتفل في مع بعضنا البعض بالوئام والتعبير عن المحبة المتبادلة التي تجمعنا مع بعضنا البعض. شكرا لنور ساس.